تتوالى الضربات العسكرية الموجعة التي يتلقاها نظام الأسد من شمال البلاد إلى جنوبها، فمن حلب إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق يطلق جيش الإسلام معركة ضخمة أسماها بذات الرقاع، والتي تمتد من مطار مرج السلطان العسكري وصولا إلى مبنى البحوث الزراعية. وبحسب جيش الإسلام الفصيل الأكبر في الغوطة الشرقية، فإن الحصيلة الأولى للمعركة تمثلت في السيطرة على عدد من كتلة المباني وجامع بدر المطلين على مطار المرج، إضافة إلى السيطرة على كازية المرج الواقعة على طريق الغوطة الشرقية الرئيسية. وقد تخللت عمليات السيطرة مقتل عدد من عناصر النظام وتدمير آليات عسكرية له. معركة ذات الرقاع تأتي بعد محاولة قوات الأسد التقدم على محوري حوش الفارة وحوش نصري، ومعارك عنيفة تدور بين الثوار وقوات النظام هناك منذ أيام. ولعل المخاوف من تقدم قوات النظام أكثر وتطويق الغوطة الشرقية، فضلا عن الإنجازات المذهلة التي حققها توحد الثوار في الشمال السوري، دفع بناشطين وفعاليات ثورية داخل الغوطة الشرقية للضغط على الفصائل الثورية هناك اتخاذ خطوات مماثلة. ولذلك عقد جيش الإسلام وفيلق الرحمن اجتماعات فيما بينهما في محاولة لإنشاء جسم موحد جديد يحمل اسم الجيش الواحد. أحد الناس المشاركين في معركة فتح الحصار أو فك الحصار عن حلب.